المحاربين خدامة والعسكريين السابقين باسم كمنسق وطني. صلاة السلام على خير المرسلين. المنسق الوطني لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين مغيزو عبسلام، حنا تنظموا واحد الوقفه واعتصام مفتوح على الملف المطلبي ديالنا اللي هذه سنين من 2018 وحنا تنديروا وقفات، ولكن لا ما لقيناش شي واحد اللي يستجب لنا. حنا جلسنا مع الحكومه ومع البرلمانيين تيقولوا لنا خط احمر، حنا اللي بغينا نفهموا هذا خط احمر شنو هي؟ تيقول لك انتم الملف ديالكم عند صاحب الجلاله. حنا جلال صاحب الجلاله هو قائد الاعلى، وحنا دائما تنثقوا في صاحب الجلاله ما تنثقوا حتى في واحد. حنا اللي بغينا علاش هذه الحكومه وهذا البرنامج مهم بشين هذه الفئه اللي ضحات بالغالي والنافس؟ هل يعقل ان المتقاعد ضحى بالغالي والنافس الصحراء ودابا تيشد 34 تيموت تيخليو لمراتو 10000 8000؟ هذا عيب وعار لا على المسؤولين ولا على الوطن ولا على الحكومه. ولهذا راه حنا دايرين اعتصام، وراه اليد قاصره، راه الاخوان المتقاعد كلهم بغاو يجيو يوقفوا، ولكن عيب وعار تيشد 24 واش يخلص الضو واش يخلص الكرا واش يخلص الماء. ولهذا حنا اللي تنطلبوا الحكومه راه اليوم عندها جلسه في العشيه باش تصادق على الميزانيه 2021، التفتوا لهذا. واش دابا تيعاقبونا على النضال ديالنا وعلى الدفاع عن الوطن ولا شنو هي؟ ولهذا تنحيوا جريده الحياه الالكترونيه وتنشكروا الاخت اللي هما اللي تيساندونا، وعيب وعار لا على الدوزيم ولا على الوطنيه اللي هادو اللي ضحاوا على الوطن بالغالي والنفيس ما تجيش الدوزيم تساندهم ولا الاذاعه الوطنيه. ولكن حنا اش غادي نقولوا لا للحكومه ولا للبرلمان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حنا اللي تنترجاو دابا صاحب الجلاله، وما تنامنوش بالحوار الا مع مستشار صاحب الجلاله ولا ينصر سيدنا، وحنا مازال نضحيو بالغالي والنفيس على الوطن ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، كنحيو جميع المتابعين الكرام، كنشكروا قناه الحياه جريده الحياه اليوميه. كما كيعرف الجميع ان هذه الوقفه هذه منظمه من طرف التنسيقيه الوطنيه لقدماء العسكريين والارامل والدي جي والرابلي واصحاب الزمانه. هاد الناس اللي معاشات ديالهم مجمده منذ 1970، وقدماء العسكريين والارامل ديالهم واصحاب الزمانه كيطالبوا بالحقوق ديالهم. كنشوفوا اليوم الحكومه المغربيه برئاسه رئيس الحكومه يعني كتزيد جميع القطاعات لا الاساتذه الى غير ذلك، واليوم كتنسى هاد الناس اللي قدموا الصدور ديالهم وقدموا الحياه ديالهم فداء للوطن. يعني الناس قدمت الصدور ديالها والحياه ديالها والشباب ديالها فداء للوطن، يعني اليوم هما مقصيين ومحرومين من الحقوق. بينما حنا كنشوفوا الناس داخل قبه البرلمان يعني كيتمتعوا بالريح، كيتمتعوا بكل يعني الاشياء اللي كتخليهم عايشين عيشه في الرفاهيه، وهاد الناس اللي كانوا سبب فهاد قبه البرلمان باش تبناو باش تكون يعني في سلم وسلام، يعني اليوم مهمشين وخارجين شوارع الرباط كيطالبوا بالحقوق ديالهم من بعد ما عمر الراس ديالهم بالشيب. هنا كنشوفوا عيب وعار على هذه الحكومه وعلى رئيس الحكومه اللي كيصرح ان الناس ديال التعليم غادي يستافدوا والناس ديال اللي قدموا يعني الارواح ديالهم للوطن ما يستافدوش. حنا كنوجهوا النداء ديالنا لصاحب الجلاله القائد الاعلى الله ينصره انه يعطي التعليمات ديالو الساميه باش هاد الناس يترفع التجميد على المعاش ديالهم. راه من 1970 وهاد المعاش مجمد، راه عيب وعار ان المعاش من 1970 كيخلصوا الناس والزيت دابا ولات واصله 70 درهم، كاينين ارامل اللي كيشدوا 160، كاينين الناس ديال الزمان اللي خرجوا الامثال ديالي ما كيستافدوش من التامين ديالهم، رغم اننا ادينا التامين خلصناه ليومنا هذا ما شنا حتى شي حاجه. يعني التقاعد لا شيء، شنو حاطينه في التقاعد مخلينا 800 درهم؟ هنا راه كنشوفوا عيب وعار على الحكومه المغربيه، اولا لان هي اللي مجمده المعاش العسكري، انها بغينا ترفع تجميد على المعاشات العسكريه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا كنشكر هذا الاذاعه اللي هي حياه اليوميه على استقبالها اللي استقبلتنا على من اجل حقوقنا. احنا ما جينا باش جابتنا هنا الشبعه والله جابتنا الزيغه والله جابنا الحقوق ديالنا اللي هي كنسالوها ومسلوبه منا، وعطينا ضحينا بالغالي والنفيس. اغلى شيء هي الشباب ديالنا منذ الصغر، والحمد لله كنا في الجنوب، الاقاليم الجنوبيه كامله حررناها وتوجهنا، عطينا تمثيليه للوطن
كافة في جميع الدول. واليوم بغينا نلحقوا الرسالة ديالنا ولا الميساج ديالنا لجميع المسؤولين بالعيش الكريم ورد الاعتبار، هذا هو اللي كيهمنا. احنا بغينا الرسالة كيف ما قلت لكم تلحق لصاحب الجلالة، الله ينصره ويحفظه ويرعاه ويسدد خطاه ويغلبه على من عاداه، وبغينا تلحقوا عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.